اخبار الامه الاسلاميه في هذه الليله صعبه يعني ليله مولد الشيخ عجل الله فرجه وسهل الله مقبره ان شاء الله. هذه الليله نشارك مع اخواننا اهالي قريه نويطات في قطع الكعكعه ليكون كل تذوقها ويتمنى العجل الفرج العاجل الى الاخ المناضل الصمت الكبير الاستاذ عبد الوهاب حسين. كان دائما يشارك حسب ما سمعنا من الاخوه في كل سنه هو الذي يقوم بخط الكعكعه، ولكن هذه الليله ليله في هذه الحضاره الحجه الا وافضل ان يحبوا يشاركون اباء الشهداء، ونحن لدينا الطلب وجئنا لقصة القعقعه ونشارك مع الاخوان الاعزاء الكرام اهالي الوحيدات، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يكون العام الماضي او قبل العام الماضي يكون ان شاء الله في بين وقفه اهالي قريه الوحيدات ويستبشرون برجوعه او باطلاق سراحه من المعتقل، وهو ليس في معتقل وهو رمز كبير في السجن. ونسال الله سبحانه وتعالى ان يتحقق هذه الليله بمولد الحجه ان يفرج عنا، خاصه الاستاذ عبد الوهاب حسين والحبيب المحتاج وكل الرموز وكل المعتقلين، ولا ننسى اخواننا الثواب الذين يناضلون في كل الساحات، نحن قلبنا معهم ونتحرك معهم حتى ياتي النصر، وسوف ياتي النصر بهذا الحراك السلمي الثوري الذي انطلق منذ 14 فبراير الى حد هذا اليوم. نحن هناك عندنا كلمه نوجهها الى كل من يسمعها، نحن عندنا شهداء ما يقارب 86 شهيد، نحن لن نتنازل عن قصاص من قام بقتلهم، لان في هذه الليله نشكو الى الحجه بحق هذه الدماء الشهداء ان ياخذوا بحق اولادنا من قام بقتلهم ومن قام بجرح كل جريح او كل من قام النظام بالمفصولين عن اعمالهم، ولا ننسى الاطباء الذين حرموا من اعمالهم وبعضهم موقوفون في السجن، نفس الدمستاني وغيرهم او سماهيجي، هذا رمز كبير يعتبر وهو معالج من المخلصين والوفيين للمواطنين البحرينيين، وهو كما تعلمون يحرم من عمله. الاطباء الذين يمارسون بكل عملهم بإخلاص يحرمون من اعمالهم، ونسال الله سبحانه وتعالى بحق هذه الليله مولد الحجه ان يفرج لشعب البحرين الذي يعاني من قبل هذا النظام الذي انتهك ابشع الانتهاكات في حق هذا الشعب المسالم الذي انطلق في مسيرته بكل سلميه وبكل حضاره. ولكن لا ننسى اخواننا السجون، نحن قلبنا معهم ودائما نتذكرهم. نسال الله سبحانه وتعالى وبما ان هذه الليله مولد الحجه ان يفك قيدهم ويطلق سراح كل معتقل وكل رمز مسجون في هذا النظام. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.